اضطريت اروح لندن وعملت العمليه، والدكتور وقتها انت عارف وقتنا العلاج الطبيعي صعب شويه، صعب عشان ترجع دي قصه بقى. حتى الدكتور قال لي انت 10% يعني لو هتعمل علاج طبيعي مظبوط. طبعا وقتنا علاج طبيعي دي عارف يعني ايه؟ يعني اطلع الهرم اجري في الرمل، يعني اجيب كيس رمل عشان اعمل تمرينات تقويه، وتروح توزن عند الفكهاني 5 كيلو 7 كيلو، ده في البيت يعني الشغل اللي هو في البيت. وقتها الحقيقه الدكتور وفيه مكاوي كان وقتها، علاء شاكر كان وقتها، اشتغلت معاهم الحقيقه رجعوني، رجعوني تماما يعني. موسم 82 83 رجعت دخلت هداف الدوري برضه من ناحيه الوينج ليفت، من ناحيه الوينج ليفت، بس في ماتشات كنت بلعب راس حربه. في ماتش في السنه دي مع الاولمبي 6-0 عملت هاتريك في اسكندريه، ده كان اول هاتريك ليا. انت عارف الثمانينات يا اسلام من اهم الفترات في تاريخ كره القدم، من اول الثمانينات لاخير لغايه كاس عالم 90. الفتره دي كانت فتره مهمه قوي في كره القدم، لان في الفتره دي الاهلي كان بدا ياخد افريقيا من 82 لما خدنا بطوله افريقيا. الزمالك خد افريقيا، المقاولين خد افريقيا، فكان في انتعاشه كرويه مصريه جدا. هتلاقي منتخبنا لما رحنا كوت ديفوار 84 خدنا رابع، ما كناش بنوصل لرابع دي خالص. 86 خدناها في مصر. رحنا 84 الاولمبياد لوس انجلوس، 90 رحنا كاس عالم. الفتره دي كانت فتره الثمانينات مهمه جدا في كره القدم. حضرت حضرتك الاولمبياد؟ الاولمبياد ما حضرتش كاس العالم 90. كنت وقتها في قطر، احترفت موسم في اهلي قطر. بعديها احترفت سنه، الكلام ده بقى انت بتتكلم في 90 91. 91 رحت المانيا، كان فايتسا هو اللي ماسك، كان طالب مدرب معاه. فرحت منحه في جامعه لايبزيج، عملت دبلومه في علوم الرياضه. وانا هناك نادي لايبزيج قالوا لي تيجي تلعب درجه تانية. تلعب؟ رحت لعبت موسم بالصدفه جدا وانا بدرس في الجامعه، عايش في الجامعه. فقعدت سنه ونص تقريبا، رجعت مش مهتم بالتدريب يا اسلام خالص قد ما مهتم بالاداره، رغم ان انا واخد دبلومه من لايبزيج ودي كانت دبلومه كبيره في علم التدريب. فقلت لا انا هروح مجال الاداره. بدات بقى في مجال الاداره، دبلومه في اللجنه الاولمبيه، دبلومه في الفيفا، رجعت النادي الاهلي. انا بس مش عايز اغفل الجزء ده لانه جزء كبير، الجزء وانت بتلعب كوره جزء مهم جدا وجزء كبير في حياتك يعني. برضو الاولمبياد، الاولمبياد كان انت عارف بيبقى 18 لاعب. وانا كنت وقتها 84 كنت لعبت بطوله افريقيا. الاولمبياد حصل ان انا ما رحتش، حتى كان وقتها كابتن عبد الصالح الوحش اللي ماسك كان مزنوق جدا في اصابات وفي ومضطر تاخد 18 لاعب. على فكره 18 لاعب دي لغايه دلوقتي، لغايه دلوقتي وعندنا مشكله فيها، عندنا مشكلة نقدر نتكلم كبيرة. مشكله كبيره جدا فيها. يعني خصوصا لو شوقي غريب عايز ياخد 3 لعيبه من الكبار، فهتحرم بعض اللعيبه من الصغيرين طبعا ان هم ما يروحوش. 86 لو رحت معاك للمنتخب 86، واحنا في المعسكر بنعد وانا ماشي كويس قوي، حتى لعبنا النمسا 7-0، انا جبت 3 اجوال هاتريك وخلاص. فاضل اسبوع جم قالوا لنا الاهلي والزمالك هيلعبوا بعض ودي، والايراد لصالح تسديد ديون مصر. تمام، حلو، يلا يا جماعه نطلع اهلي وزمالك لعبنا بعض. بعد ربع ساعه جمال عبد الله من نادي الزمالك راح داخل في ركبتي، ما اقصدش طبعا طبعا، راحت عامله كده. فضلت في المعسكر بتفرج على اللعيبه، لكن الحمد لله كنت معاهم وخدنا البطوله. في باد لك شويه، سواء الاصابه او اعاده الاصابه بيبقى لها تاثير شويه في بعض السنوات اللي انت طبعا بتمر بيها، لكن طبعا احلى فترات ان انت بتسعد الجمهور. دي بالنسبه لنا كان هو ده الهدف، انك ازاي الجمهور يبقى مبسوط.
ومش هيبقى مبسوط غير لما تكسب على طول، لما تاخد بطولات سواء بقى دوري كاس ثم افريقيا. ابتداء من 82 خدنا حوالي 7 بطولات على